في أسبوع واحد قتل عالمان لا أعرف عنهما حقيقة يعني إيه شيئا من قبل، لكن يبدو أنهما إيه عالمان فاضلان، أحدهما في ليبيا والآخر في سيناء. الدكتور أعتقد اسمه نادر العمراني في ليبيا، لم أسمع به، رحمة الله عليه رحمة واسعة، وعلى الله مقامه في عليين، عالم. لكن بعد أن سمعت مبدأ وقتي دخلت أول فقط أول ما رأيت وجهه، الرجل فيه سكينة وفيه جمال وفيه وقار، فرحمة الله عليه في عليين. ولعنة الله على قاتلي، لا أقول أقل من هذا، لعنة الله على قاتلي فيما قتلتموه. أتي بهذا الشاب الذي إيه؟ طبعا كان مشاركا في القضية كلها، شاب صغير. المبرر الذي ظل يكرره أنه قيل لهم وهم يدبرون لقتله رحمة الله خطفوه، خطاف مجرمون قتل لصوص، خطفوه ثم ذبحوا قتلوه. وكيف قتلوه؟ ليس برصاصة واحدة، فرغوا فيه يقول أمشاطا، قال أتى أحدهم وفرغ فيه كلاشينكوف كامل. إيش الحقد هذا؟ حقد، حقد شديد. والنبي يقول إذا قتلتم، وين قتلتم؟ قتلتم في المعركة. إذا قتلت خصمك وقع تحتك الذي جاء يقتلك ليقتل دينك معك، هو طبعا خصومات النبي كذا، خصومات دينية، هم يريدون إيه؟ ذبح الرسول معه لذبح الدين، ومع ذلك يقول مثل هذا إذا قتلته فأحسن القتلة، لا صلم ولا تجديع ولا تشويه ولا بقر أبدا ولا تعوير. وفي بدر ودفنهم أيضا، دفنهم في القليب كلهم طبعا، لم يتركهم إيه لعوافي وسباع الطير والوحش أبدا، دفنهم احتراما للآدمية للإنسانية، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إيش الحقد هذا؟ فرغ فيه شيخ، اللي فرغ فيه هذا الشيخ، فرغ فيه إيه كلاشينكوف كاملا، الله أعلم كم رصاصة، ثم أتى الآخر ووقف على رأسه رحمة الله عليه، شيء أقسم بالله مزق قلبي بصعوبة، نمت بضع ساعات في تلك الليلة، لم أعرف أن أنام، حسبنا الله ونعم الوكيل، ورحمة الله على الدكتور العمراني، شهيد الغدر، شهيد الخيانة والخصة والنذلة، وشهيد الفكر الإجرامي، فقه الجريمة الذي سميته فقه الجريمة. هناك أيها الإخوة مساجد ومنابر ومناعر وفضائيات تعلم الناس فقط ليكونوا مجرمين، يقتلون حتى العلماء والأولياء. في سيناء قتل شيخ لأول مرة أسمع به، شيخ يلقب أيها الإخوة في دائرته وعند من عرفه واستفاد من علمه وفضله بشيخ الزاهدين، الشيخ السواركي هكذا كتب اسمه رحمة الله عليه، جاوز 100، رجل معمر حياته كلها في العلم والفقه والقرآن والزهد، لم يرحموا لا علمه ولا قرآنه ولا عبادته ولا سنه ولا زهده، قتلوه بدم بارد أيضا. الذي يحصل هو هذا، ولذا كما أقول دائما العصم مرفوعة الآن، عصم النفوس رفعت رفعوها، لم يعد شيء، والمساجد تفجر كما قلت في خطب كثيرة، وتسمعون هذا وترون هذا على اليوتيوب في التلفزيون، المساجد يتم التفجير في المساجد. من الذي فهمهم؟ قطع الله عرقهم أنك يمكن أن تدخل جنة الله ورحمة الله وأنت تفجر بيت الله، من أين فهموا هذا؟